فللنا خلاص. ها احنا الان باتجاهنا على عمرة وعميرة، سمعتوا فيها؟ شايف هذاك وين يستنى؟ على باب البيت. يعني مسافتنا تستغرق تقريبا ساعة ونص رحلة اليومية، ممكن 100 كيلو أو أكثر رايح جاي. بس أشتغل أنا أشتغل بخسارة، مش أشتغل عشان إني أحط بجيبتي، عشان ابني يعني بالأخص. خلينا أحكي كل اللي قاعد أسويه هذا عشان ابني. والله ابنك لاعب؟ لاعب تيكواندو، مش كبير، صف خامس. نعم. بس أنا بدي أحافظ على مستقبله، فهمت علي؟ فنقول خلينا احنا نبني، ممكن ربك يسر. يا سيدي الحمد لله على السلامة يا شباب. أنا كنت إذا بدي أتدرب حصة أقطع 40 كيلو رايح و40 كيلو راجع، ما في إلا مركز النصر. وهذا كان أحد أسباب اللي حفزتني إني أفتح مركز، حتى أخدم أبناء البادي، حتى المعاناة اللي أنا عانيت منها ما يعانوا منها أبناء البادي. وكان أول مركز تايكوندو في البادي الحمد لله. المركز بفضل الله كان زي ما تقول فكرة جديدة، فكان في إله يعني قبول عجيب. عندي طلاب أنا من بداية المركز لحد الآن شفتوهم اليوم أنتم بالتمرين، يعني صار لهم 6 سنوات، بلشوا حزام أبيض زي ما بلشت أنا، والآن حاصلين على 3 دان والحمد لله. التايكوندو بالأردن أصبحت من أكثر الرياضات شعبية لعدة أسباب. السبب الأول نتائج التايكوندو الأردنية، نتائج ترفع الرأس، وأصبحت على يعني معروفة الأردن بالتايكوندو على مستوى العالم. حصلوا على ذهبيات لاعبين سابقين وحاضرين، وحصلوا على فضيات، وكانوا يمثلوا الأردن أفضل تمثيل. الأمر الثاني، الرياضة هاي تخلق ثقة بالنفس عند الطفل. ترى معظم روادها هاي اللعبة أطفال، تخلق عندهم ثقة بالنفس، قوة شخصية. رياضة مش مكلفة، مش مكلفة يعني على الوالدين وعلى الدخل الأسرة مش مكلف. خامة اللاعب موجودة عندنا بالبادية. كيف؟ خامة اللاعب موجودة اللي هي قوة الشخصية. هاي اللعب بدها قوة قلب، يوم تنزل على البساط بدك تلعب، إذا ما في قوة قلب ما تقدر تلعب. شو ما كنت مدرب، إذا ما كان في قوة قلب، قوة شخصية، هاي الخامة موجودة. يعني نسبة 80% 90% من لاعبين البادية موجودة عندهم هاي. يظل عندك ايش؟ الأمور التكتيكية الأخرى. بال 76 سمو الامير حسن استخدم مدربين من الصين الوطنيين تايوان. هذا مستر لي، هذا انا، وهي مستر تشين. اجل لشرطه العاصمه انه في بدنا تنسبون للاعب شباب شرطه يروح دوره كرفيه، صارت بس يعني تحولت بعدين. انا نسبت قلت بروح، في ألمان في ناس تقول يا زلمة شو بدك، أنت عندك أولاد وكبير وبتنضرب بتنكسر. قلت والله بدي أنكسر، بدي أروح، المهم بدي أروح، قررت إني أروح. جمعونا كم من عسكري في مديرية الأمن العام، وحوالي كل 300 عسكري. انتهت الدورة على 4 أشخاص اللي أنا مثل ما ذكرت بالبداية إنه إحنا 4 أشخاص اللي بقينا، لأنه إحنا اللي يعني أبدعنا. يعني احنا قدمنا يعني الرضا للمدربين الصينيين مستر تشين وتيري لي. يلا ركض 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 ركض. تشكل اتحاد مدني ب 79. استاذ بخلع استاذ فتح مركز العربي في مسماك، استاذ حكمة فايز جبل حسين، انا فتحت هنا مركز فلسطين، عالم الرياضه يوسف زياد، ابراهيم زياد، هذول الشباب اللي هم النواه. ومن انطلقنا
خرجنا من المدربين ومن الحكام، والآن في شباب من عندي من النادي فتحوا مراكز تايكواندو ومستواهم يعني وقدموا لاعبين للمنتخبات، والحمد لله يعني وضعهم جدا جدا ممتاز. وسامر كمال الميدالية البرونزية. Jordan in their contest for gold, Jordan's first ever Olympic medal in the process. بس احنا بالبادية نعاني تحديدا برياضة التايكوندو، واحنا ما يعني عملنا صعب جدا. احنا نشرنا هذه الرياضة بالبادية ما كانت موجودة، ما كانت موجودة البادية من دوار الدبابة للرويشد في حوالي 270 كيلو، ما كان في مركز ولا مركز ولا حد يدري عن الرياضة هذه باستثناء الزملاء والاصدقاء اللي كانوا بالجيش وكانوا باتحاد الرياضة التايكوندو. بس الرياضة عندنا ظلت زي هيك، والله يا أخي مستقبلها لورا. الرياضة قلت لك إحنا قبل كان مغطي علينا عدد الطلاب قبل كورونا، بعد كورونا الأمر أكل هوا. يعني تفوت على مركز قائم كامل 30 طالب بو، شو سوي هذا؟ أنا جار صار 200 دينار اللي أنا بيه. الناس ظروف اقتصادية صارت صعبة،